حصل الحكم. حتى المشكله يا خويا بدر مرحبا الحكم. انا شوف انا دابا عاقل على الكلمات ديال مورو بجنتين والكلمات غنعقل عليهم ديالك باش نجاوب كل واحد غنجاوبو فهمتي باش يكون جواب مقنع. نجاوب على مورو واخا. انا خويا مورو جامي سبيت الامهات فهمتيني سيرتو خالتي لطيفه قلتي انا سبيت خالتي لطيفه اتحداك جبت لي ام واحد قلت لها الفاعليه تشاركه ياك ولا لا هذه الاولى. ثاني حاجه انا الامهات ديال الدراري كنعتبرهم كام ديالي فهمتيني ولا لا. وانا تاتاكيت بواحد الطريقه ماشي عاديه ورغم ذلك القلب الابيض باقي كنجي كيصوني لي نيبال ولا كنصوني ليه وكندوي معاه بكامل الاحترام وكيدوي معايا بكامل الاحترام ابو الشرف سولو يعني هذيك الهضره هذه كاينه. بادر طلعت مع حاتم وطلبت منه انا السماحه دونك ما غنعاودش نجبدو بسوء ولا شي حاجه. هذه كنقول راه كنقول صراحه الدراري خصكم تقبلوها واش فهمتيني ولا لا. مي باش تقول يا خويا انا سبيت لكم الامهات ديالكم وهادشي اقسم برب العلي الجليل اقسم برب العلي الجليل حتى انا نسيت الباتي وجامي نويت نسبت شي واحد الام ديالو ولا سبيت الام ديالو ولا هادي باش تفهم. يعني كل فعل عنده رده فعل. بقى اليوم من هذا بالعكس نيبالا تيقول لك قلب سبت العود وانت مورك مورك عليا. انا كنولي نقول مورو شنو بيني وبينو بغيت نعرف شنو وانت قدام هاد الناس. انا نسولك امور اعطيني اخويا انا شنو داير لك بهاد الطريقه هادي ابار حمزه صاحبك ابار بغيت نعرف شنو انا الخلاف شنو عندك معايا. انا انا دابا كندوي شخصيا شنو عندك مع مروه سؤال بسيط شنو تعدى لك مروان فاش تعدى لك فاش كتحس بيا واخد لك حقك في شي حاجه وصافي هذا هو. وين نقدر نجاوب اخويا علاش انا حاقد عليكم كاملين علاش حيت بلا ما تسمعني بال الاوديو تسمعوا الناس النهار كنسب لي خويا السبان والطريقه بالسبه كنسمعوا حتى دابا نعطيك انا بال تسمع الاوديو ياك. وثاني حاجه طلع هذا والاخر خوه الاخر اللي كاين في اكادير دابا داك نبيل والاخر سب لي امي بديك الطريقه وطلعوا كيايدوا فيه وكيتسابوا معايا على قبله. اخويا شوف نقول لكم انا يا رجال كتلاقاو الجبال ما كتلاقاش حيت كون كان بنادم في الواقع راه ما يتسبش لي يتسب لي والدي بهذيك اللعيبه راه ما غايصبرش لبنادم باش نقول لي باش ما نصبرش لبنادم. وبقى المشكل من هذاك النهار علاش حيت واحد كيسب لي امك ويقول لي ندير لك لامك وكذا لامك بهذه الطريقه مقوده والاوديو كاين اللي بغيتو تسمعوه دابا الناس يسمعوه ويحكموا وانتوما كتايدوه طالعين كتسبوا فيا وكذا وكديروا ونديروا وكذا ونشدوا بنادم شكون هو اللي كيسبك امورو حنا كنا مايدينو شكون هو؟ سير اخويا ولي وري من عمك اش كتسب انايا بلاتي لك كان يبقى الاوديو بلاتي التجاري دا في راسك انت واحد يقول لي دا في راسك سيدي ديجا صاحبي اللي سمم ما فاطرش في الصباح ولا المعشيش بلي يجي بدا يضحي عليا انايا ما سبيتش هو. خويا بدر خواني بالا خوتي العزاز السلام عليكم مع كامل احتراماتي انا ما دارش باش نتساب انا دارش باش نتساب واسيب ما فاطرش ما كذب انا ما هبطتش مع ليب ولا حد كندوي بكامل الاحترام كندوي بكامل الاحترام روان وادير ميل السبان ادير ميل حمزه بناء الاولى لا 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 شي ما يبروفوكي شي شي ما سميتو بدر انا ما جبتهمش هاد الناس هما انا ما جبتهمش هما كيجبدوا في نادا كيسبوا في نادا هو قال لك كيتسابها هو ها مع من قال لك كنت كنتسب وري البدر كومونتير خلي بدر يقرا كومونتير شوف اش كتبت ديك لطيفه مكتوب ام نزار لطيفه مكتوبه لطيفه ام نزار بنت الراس اللي ولادها مطلطين ام نزار اسمعني واش مكتوبه ام نزار اللي كتقاد ام نزار كتكون في الراس هاد ام نزار ولدها مشدود في الحبس عبلات يا مروان بلاتي خليتي كم قرا بدر قرا خوت دابا باش وانا كبرت صوت مورو صيفط لي في التليفون الاخر 72 راه قلبت في المغرب ثلاثه باش تلقاهم بثلاثه سمع الاوديو هو بغيت نزيدك هاي لطيفه اللي كان طايف معاها ونجيبوها دابا لطيفه هذه لطيفه هذه ولكن ماشي خويا ماشي ام نزار وماشي بنت الراس يعني حنا بغينا نتوق نتورينا لاكارت ناسيونال ديالها باللي هي بنت الراس حيت هو قال لطيفه ام المسطي بنت الراس فهمتني واش فهمتي راه الفيديو اللي عاد نيبال طلقوا الله يحفظك واخا سمعنا نيبال الاوديو نيبال نوضحوا للناس سمعنا الاوديو خويا دابا انا علاش طالع نيبال سمعنا الاوديو بلاتي مروان سمع الاوديو بلاتي طالع باش نتناقشوا في اللايف ديال البارح ياك اللي طلق هو كمل لينا اللايف الله يرحم بها الوالد حنا نتناقشوا اسمع حنا نطلقوا كلشي شوف لكل هو كيك عدي معاه مشكل على هذا المشكل وهذا السبان اللي كنتي بنادم ترضى على والدك هذا السبان وبنادم يأيدو راه نبقى معاك ميكرو بحياتي كامله كنضغط عليك. اسمع اخويا نبقى قلة الاحباب ما تعرفش تسب
سيري هو ضو بحب الطيتي فيك هادشي قديمه مورو مورو لا حنا كندوي مع على المشكل اللي طار لا 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 ما عليش اي صافي سير الله يخلي لك امك خلينا نسمعوا خلينا نسمعوا خلينا نسمعوا مورو مورو قول لي اسكت قول لي اسكت خلينا ندوي ودابا اسمعني انا ندوي اسمعني ندوي معك اسمعني ما قديمش هادشي انا بارا تدخلنا في تيك توك ما قديمش وي اسمعني شوف هذاك السيد الله يطلق سراحه شي مني خرج هذا الاوديو مش شمو به ولا اسمعني اسمعني هو قال لك علاش عندك معايا مشكل قال لك علاش عندك تعال واش مورو تصالحنا من وراها تصالحنا مورو تصالحنا من وراها فهمني تصالحنا من وراها وبغيتيك تصالحنا من وراها الشكل تاع داك الاوديو ما تعرفش المشكل تاع داك الاوديو مرحبا مروان زيد شويه بولين سولتي مورو علاش حاقد ولا علاش ولا علاش مشكل علاش تي اتاكيك ولا علاش مورو كذا عطاك اللب ديال الموضوع فهمتيني ها علاش ها كيفاش ها مناش سمعنا نيبال مرحبا مرحبا خويا بدر شوف مبروك هو الكبير وانما شوف خويا بدر راه حتى انا سبيت راه حتى انا سبيت في البيرود بقوه ورغم ذلك نسيت الباسي وكنشوف لافوني شوف خويا مروان غنقول لك واحد الحاجه شوف انا شوف واخا كره ما درتش انا سبيتي لي الام ديالي ماشي ما سبيتهاش سبيتها المور هادشي الله يبارك بلاتي يا صاحبي بلاتي حمزة هادشي كاين ولكن انا السبان راه ما يتسقش ليا في الام ديالي كذلك ومثال لي بالا شوف انا ما كنكونش باللي كانوا فهمني اخويا مرحبا 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 الله يحفظك انا ما خوتي لا شوفوا الناس اللي كيقولوا لي هبط انا ما عنديش انا هبط انا طالع كنتناقش بكل مصداقيه وبكل حياديه وبالعكس راه هما حتى هما دابا باش يتناقشوا معايا بكل حياديه راه بدر خير دليل راني بالا خير دليل يعني انا ما عندي علاش غادي ننزل ولا شي حاجه انا كنناقش رغم كاينين فهمتيني هذا هو اللي كاين عم حمزه مازال لحد الان ناكر انا بغيت نقول لك اخويا بالا غير كلمه غيك اللي ما تقبلتيها مني الله يرحم لك الوالدي انا في الباسي ما كنكرش باللي كانوا بيناتنا خلافات كبار واي ما كنكرش سبيت وسبيت وانا تحطوا عليا شي حوايج اللي مكاينين كاع وتقبلتهم تحط عليا كنضرب دو بوان تحط عليا كنضرب البوفه تحط عليا كن فهمني تحط الام ديالي حتى السباد وتا مات بالقيواد ومن ذلك غير ثاني يعني كان تبادل هذيك الساعه كان تبادل انا حنا دابا كندوي على ام اللي ما عمرها ما سبات وتثبت انا تبيت وتثبت فهمني مازال ندير تدخل اللي بغيتو تعطوني انا ندير تدخل وما يقاطعني الا جات على خاطرك اوكي حمزه سيدي نديرو في لحظه غضب مقلق هضر سب عاير حتى نتوما سبيتو واحد الوقيته وكل شي سب شي يا خويا مروان باش نكونوا واضحين شي كان تيبروفوكي شي في لي لايف فهو بوتيتر ما جاوبش من النهار اللي جاوب جواب خايب هادي متفقين اوني توس داكور ولكن دابا حنا غنبقاو شكون سب ولا شكون داب ولا شكون فعل ما كفاتكمش 7 شهور دخوك و10 شهور ديال الاخر وكلشي بالحبس صافي شنو علاش نبقاو نزيدو حنا نطولوا في هاد اللايفات وانت درتي وانت فعلتي صافي اللي عطا الله عطاه نطلبوا لهم شي حاجه اللي